يتكلم بعفوية وبكل حرية. اليوم صوتك مسموع. عبر كبريتي. وما كيدخل رمضان كيدخل برزقه وبالشهاوي وصافي، كل واحد ملي كيكون بنادم صايم كيبدا يتشهى. في العشاء في العشاء طواجن ديال العشاء، ما فطور فيها شي حاجة خفيفة وكيمشي الإنسان يصلي والسلام. السحور شي وجبة هايدة، شي قهيوة هايدة خفيفة، ماشي ماشي تاكل تفرسي على راسك بماكلة، تبقى داخل على الطاجين وداخل على الحريرة. طاجين الحوت مقلي لا سعد الفطور يعني لا يعني تاخر مثلا شي حاجه وتاكل شي حاجه تهيتها يعني ما كليكش تاكل كل شيء في ضربه فهمتي يعني المعده ديالك عضرك ديك الساعه في رمضان الشباكيه الحليب مثلا سعد الفطور شنو كتشهى مثلا ساندويش ماشي سهل عليا الحوت بزاف خصوصا الحوت الابيض حيت راه كيعجبني بزاف سعد الفطور ولا سعد لا في سعد الفطور ساعات فطور كيعجبني نفطر به الصراحه ما نكذبش ما تخليش لا 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 نفطر به باش غدا كنقوز النهار مزيان الشباكيه والتمر وهذا الشيء اللي كاين انا هو الفطور ديالي في رمضان ما مش حاجه اخرى ما كان كيعجبني بزاف الحوت ومهم الحريره والمسائل باينه ديال الفطور كتعجبني الحوت بزاف وشي شلايد هيدا شي حاجه مثلا كاين بعض الاسر اللي كيعملوا منها فطور من عشاء حنايا من الاسر اللي ما كان نحبدوش هذه الفكره حنايا الفطور بوقته العشاء في وقته اصلا دابا حنايا رجعنا كنتعشاو معطلين يعني حتى السحور يعني حنايا كنعملوا العشاء والسحور كاين اللي كيعمل العشاء والفطور حنايا كنعملوا العشاء والسحور كل واحد كل اسره هو في رمضان ان شاء الله نعطيوه نص صلاه وشويه الراحه ولا كان شي حاجه اخرى ماشي مشكل